كان تجمع حضاري جميل فيها أكتر من ميزة حصلت في البطولة دي. أولا فيها دور وطني واجتماعي ودور ثقافي، ثقافات شوال مختلفة مع السفارات، فيها برضو أنها بتبرز وجه جميل قوي للمجتمع المصري والدور الريادي للنادي الأهلي. فبلا شك كان فيها حاجة من التجمعات وخرجت برا إطار أن هي كان فيها نوع كمان من الألفة والمحبة في الفترة اللي كانوا متواجدين فيها كلهم في الشيخ زايد. طول ما احنا بنبتغي ان احنا نوصل للعالمية لازم يكون في تواصل في الحاجات دي، وعشان كده احنا من قبل الانتخابات حتى كان كابتن محمود الخطيب كلف المهندس خالد مرتجي بالموضوع الملف العلاقات الدولية الخاصة بالنادي الاهلي. فالنقطة دي مهمة جدا لمكانة النادي الاهلي وللدور اللي النادي الاهلي المفروض ان هو بيستهدفه، وفي نفس الوقت بتفيد جامد جدا في الحاجات التقليديه المعتاده سواء بعثاتنا واحنا فرق بتاعتنا اي فرقه وهي بتلعب بره، او استضافه فرق، او اساليب معايشه والاستفاده مع الانديه الاخرى العالميه. من كل النواحي تواصل هايل جدا بيؤدي لنتائج طبعا مرجوه جميله جدا ان شاء الله لصالح النادي الاهلي والرياضه المصريه. البدايه دي فتحت حاجات كتيره جدا، يعني في بعض من السفراء اتكلموا معانا ومع المهندس خالد مرتجي بالاخص على ازاي يستمر التعاون ده بطرق تانية من خلال النادي الاهلي ومن خلال الانديه الموجوده عندهم في الدول بره. ففي ان شاء الله هنشهد كم كبير قوي توسع في الموضوع ده قريب، هيبقى ليه عائد ومردود ممتاز قوي على النادي الاهلي وعلى المجتمع كرياضه مصريه ان شاء الله. طبعا بالنسبة